الله الرحمن الرحيم، الأخوة والأخوات، الحضور الكريم، نحييكم في الجلسة الثالثة من المجلس الرمضاني الذي يأتيكم في عامه 12 على التوالي برعاية كريمة وحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة طارق السعيد علاي المدير العام في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة علي غانم السويدي مدير المكتب الإعلامي في حكومة الشارقة. يا أهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الرمضاني المبارك. دعونا وإياكم نرحب كذلك بضيوفنا، ضيوف إمارة الشارقة، بداية بالكاتبة القديرة شرباني باسو من المملكة المتحدة، وكذلك الفنان الكبير الممثل العربي أحمد زاهر، وكذلك المخرج العربي العالمي محمد دياب. يا أهلا ومرحبا بكم في إمارة الشارقة. أهلا بكم. يا أهلا ومرحبا، نورتوا إمارة الشارقة تحديدا في مسرح المجاز، هذه الأيقونة المميزة الفريدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضنها إمارة الشارقة، والتي تحتضن العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية والإبداعية. مؤخرا إمارة الشارقة كانت لديها هناك اختتام أيام الشارقة المسرحية ومهرجان الشارقة المسرحي، وكذلك مهرجان مسرح الطفل، والعديد من الفعاليات التي تحظى بدعم سخي ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه. لذلك ارتأى نادي الشارقة اليوم لتبني هذا الموضوع أو هذه الجلسة الفنية التي تحمل عنوان الإبداع الفني من السيناريو إلى الأداء. لذلك استأذنكم بأن نبدأ هذه الجلسة من السيناريو ومع الكاتبة شارباني باسو من المملكة المتحدة لتحدثنا عن بدايتها في العمل الأدبي. حسنا، أشكركم شكرا جزيلا على دعوتي هنا. أعتقد أنه يوما رائعا ومكان رائع، وأن نجلس هنا على ضفاف الماء البحيرة هذا أمر رائع، وأعتقد أنه من حسن حظي أن أكون معكم اليوم. نعم، دعوني أخبركم قليلا كيف كانت بداياتي. لقد كنت صحفية محترفة وأود أن أبحث عن الأخبار الصحفية، لأن هناك أشياء غير معلومة. نحن نعلم عن الأحداث التاريخية المشهورة، ولكن جزء منها غير معروف. لذلك أنا دائما أبحث عن قصة مختلفة لتكون هذه هي البداية. عندما بدأت هذا، بدأت في مثل كل شيء. عندما كان هذا العمل، كنت أبحث عن كتب خاصة عن كيف كانت بريطانيا تستخدم الكاري وكيف أصبح هو الطبق المفضل هناك. ثم بعد ذلك اكتشفت أن الملكة فيكتوريا كانت تحب الكاري، وكان هناك اثنان من الخدم الهنود الذين يعملون لديها لتحضير هذه الوجبات. ثم ذهبت إلى هذا المكان الرائع ورأيت التصاوير الفنية الموجودة في الممر الهندي. كان هناك مظهرا هنديا رائعا، كانت تعيش الحلم الهندي في هذا المكان. كان هناك بورتري خاص لعبد الكريم، وكان يرتدي زي النبلاء ولديه كتاب في يده، وكان هذا المنظر لا يبدو وكأنه شخص وظيفته هو طاهي. ولكني عندما ذهبت إلى هذا المكان ورأيت هذا البورتري، قلت لنفسي نعم أنا هنا مرة أخرى. ثم بعد ذلك رأيت مجموعة أخرى من الصور، ثم ذهبت إلى غرفة نوم الملكة. كان هناك صور معلقة على طاولة الزينة الخاصة بها، ورأيت هذه الصور، كانت رائعة للغاية. كنت أريد أن أعرف الكثير عن هذا الرجل الذي يوجد في كثير من الصور. أخذ مني الوقت الذهاب إلى دول أخرى، للقصور الملكية في وينسور، في بالمونت، في غيرها من المدن. ثم ذهبت إلى الهند في أدرا، مسقط رأسه، وباكستان أيضا حيث كان يعيش. ننتقل للفنان الممثل المبدع كذلك أحمد زاهر. الله يخليك، الله يسلمك. للحديث عن بدأ اليوم الفنان أحمد زاهر مشواره من عام 1992 واستمر في إبداعه إلى اليوم، لكن كانت هناك نقلة في حياة أحمد زاهر في عام 1999، وكانت هذه النقلة النوعية في حياته الفنية. لو تحدثنا كيف تميز وأبدع الفنان أحمد. ربنا يخليك، أولا العفو، أولا مرسي جدا جدا على الدعوة الكريمة دي، وشكرا لنادي الشارقة للصحافة إنه دعانا، وشكرا لسمو الشيخ طبعا.
أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، هو النقلة بتيجي من خلال دور قوي ونص جيد ومخرج جيد. لو 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 في حاجة من العوامل دي مش موجودة، النقلة كانت عمرها ما هتيجي. صحيح. لأن في مخرج اقتنع بيا فأسند إلي دور مهم، اداني توجيهات مهمة، النص نفسه كان نص متميز، والعمل نفسه ده يعني يمكن ده الرجل الآخر بطولة النجم الكبير نور الشريف، دي كانت نقلة بالنسبة لي مختلفة تماما من ان انا كنت بعمل ادوار صغيرة ولسه ببدأ زي اي فنان في الدنيا بيبدأ خطوة خطوة واحدة واحدة لغاية لما يحقق حلمه. صحيح. فالنقلة دي كانت بالنسبة لي كانت نقلة كبيرة شوية، لان انا من مثلا بعمل ادوار صغيرة جدا للبطل الشاب في المسلسل، انت فاهم انا قصدي ايه؟ فدي كانت نقلة قوية جدا. المسلسل نفسه نجح نجاح عربيا على فكرة وقتها، وقت عرض المسلسل ده اللي هو سنة 2000 تقريبا، ما كانش فيه كل القنوات الكتيرة ولا الأعمار الصناعية، احنا عندنا في مصر ما كانش فيه غير الأولى والتانية، فكان الفرجة مكثفة، يعني كانت الناس ما عندهمش غير قناتين أو ثلاث قنوات، فغصب عنهم بيتفرجوا، انت فاهم؟ فالعمل لو جيد بينجح، بينجح لو اتعرض في أي حتة. بعد كده فضلت اشتغل انقي، احاول ان انا انقي الادوار، يمكن كنت صغير في السن، يعني ممكن حد يقول لا لا ده بيتنك ده بيرفض ده انا من وانا صغير وانا حاسس ان انا الشيء اللي هعمله يا اما يبقى مميز ويبقى ليه بصمه يا بلاش خليني في البيت لغايه لما يجي العمل المحترم اللي احس ان انا الدور اللي انا هعمله فيه ممكن يحقق لي بصمه او يبين موهبتي على الاقل قدام الناس. ففضلت اسعى واشتغل اشتغل لغايه لما بدا يعني اسم احمد زاهر يتعرف بشكل اعمق يعني، وبقت الادوار اللي بتجيني ادوار مهمه مش ادوار صغيره زي ما كنت في البدايه في بداياتي. ف يعني انا كنت سعيد، انا سعيد بمشواري لغايه دلوقتي وراضي بيه جدا. نعم الحمد لله. نعم جميل جدا. المخرج العالمي محمد دياب، كانت البدايه من السينما العربيه واتاحت لك الفرصه بأن تنتقل إلى السينما العالمية، واليوم لك بصمة كبيرة على المستوى العالمي، لو تحدثنا عنها كيف اخترت هذا المسار وانتقلت من السينما العربية إلى السينما العالمية تحديدا الأمريكية؟ أنا من أول يوم وأنا في دماغي أنه وأنا بدرس، أنا شاب منسحق ثقافيا، شايف أن أنا عايز أعمل أفلام أمريكية والثقافة العربية دي كلها مش كول، وده حال معظم الشباب العربي للأسف اللي ما بيسمعوش غير مزيكا عربي، ما غربي، ما بيتفرجوش غير على أفلام غربي. لما رحت ودرست في أمريكا أدركت هناك وأنا بكتب سكريبت عن واحد اسمه جون إن أنا مش أفضل واحد أكتب عن جون، أنا أعرف أكتب عن حد شبهي، والطابور طويل من ناس بتعمل أفلام أمريكانية يعرفوا يعبروا عن ثقافتهم أكتر مني. فهناك أدركت إن طريقي حتى الهوليوود لازم يبدأ بثقافتي أنا. وهناك طلعت بفكرة فيلم الجزيرة، قعدت ادور على فكرة عربية تامة وفي نفس الوقت الغرب يبقى حاببها، عملت دراسة في ايه المخرجين اللي بيعدوا حدودهم اللي بيعملوا افلام من بلادهم من كوريا الجنوبية من البرازيل اللي بتروح مسافات. رجعت مصر كتبت كذا فيلم، احمد كتبت الجزيرة كان عندي 27 سنة مع المخرج العظيم الاستاذ شريف عرفة، فيلم لأحمد السقا، كتبت ألف مبروك مع الأستاذ أحمد حلمي، كتبت بدل فائد مع أحمد عز، أفلام كلها تجارية ونجحت جدا، بس حلمي أني نعمل سينما تعدي الحدود ده ما حققتوش غير لما أخرجت أول فيلم ليا اللي هو كان عن فيلم اسمه 678 عن التحرش. مثال لأنه فعلا حسيت أن أنا فعلا عملت اللي أنا بحلم بيه لما لقيت باولو كويلو شاف الفيلم في تلفزيون البرازيل وكتب عليه تويتا ان ده لازم يدرس في مدارس العالم كلها. جميل. حصل بعدها الفيلم ده ما راحش واحد من المهرجانات الثلاثه الكبار بس راح العالم كله. حسيت ان انا المفروض اطور نفسي واشتغل على نفسي اكتر. اخذت 5 سنين مش عايز اعمل اي مشروع غير لو مشروع افضل. الحمد لله ربنا وفقني فعملت مشروع اسمه اشتباك، كان افتتاح مهرجان كان في قسم نظره ما، وتوم هانكس كتب عنه وبعت لي رساله خاصه، والفيلم ده فعلا اللي فتح لي باب هوليوود. الخطوات اللي انا خدتها خدت مني اكتر من 12-13 سنه لغايه لما عملت اشتباك وكان في مهرجان كان، مضى معايا وكيل اعمال انه عايزني اشتغل في امريكا
وامريكا لو انت اللي بتجري وراها هوليوود هتعاملك بعنف شديد، لو هم اللي عايزينك بتتعامل كانك ملك. نقلت امريكا وكان اصعب قرار اني ما اتهورش واخد اول فيلم بيجيلي. جالي فيلم من توم هانكس اسمه جري هاوند. توم هانكس بعد ما شاف اشتباك كتب الرساله وبعت لي فيلم، وكان اصعب قرار في حياتي ان اقرا سكريبت لتوم هانكس وانا لسه ناقل امريكا وببدا حياتي من الصفر، واقرا السكريبت واحس ان انا مش افضل شخص للفيلم ده. انا لحد النهارده نفسي بس اشوف توم هانكس واسلم عليه، يعني انا ما فيهاش تعالي على الاطلاق، بس انا حسيت انه هتبقى حاجه سيئه جدا لو انا اشتغلت معاه وفي الاخر عملت له اسوا فيلم. فكان اصعب قرار ان انا اقول له لا، وقررت ان انا افضل ادور على سكريبت مناسب لغايه لما خدت مني 4 سنين وانا عايش في امريكا، لغايه لما لقيت مون نايت اللي فيه شخصيه مصريه اللي بتبقى في نهايته في بطله خارقه عربيه ومصريه لاول مره، اللي فيه دراما شبه الدراما اللي انا بحب اخلقها في افلامي بميزانيه كبيره جدا، كانوا في ثقه كبيره جدا فيا ب 160 مليون دولار. المشروع كان ساعتها في اللحظه اللي انا كنت بعملها فيه ده كان اغلى مسلسل في العالم. فكان كنت حاسس ان انا شايل حمل ان انا بمثل العرب كلهم، كنت انا حاسس ان انا كل المخرجين العرب يا هخذلهم يا هرفع من شأنهم ان هم الفرصه دي ممكن تكرر تاني، والحمد لله. هذا دليل عند انتقالك من السينما العربيه الى السينما العالميه كنت حريص على اظهار الهويه العربيه. بالضبط، ما انا دي رحله التغير من انسان منسحق ثقافيا لانسان بيحارب على ثقافته. المسلسل كان كل حلقه فيه اغاني عربي من عبد الحليم لنجات لحتى اغاني مهرجانات وراب مصري، ونجحت على المستوى العالمي. كميه الاطفال او الشباب الصغيرين المبهورين بمارفل اللي يقولوا ايه ده احنا بقينا بنسمع اغاني عربي علشان شفنا انها كول بالنسبه للاجانب. ناس بنات كتير، بنتي انا شخصيا، بنتي من وهي عندها 3 سنين نفسها تفرد شعرها عشان ما بتشوفش في اميرات ديزني غير بنات مفروض شعرها. مون نايت بينتهي بشخصيه سوبر هيرو مصريه شعرها مجعد، فحسيت ان ده جزء من الريبرزنتيشن ان في دلوقتي ممثلين لينا. خطوه صغيره. واللي كان اهم بالنسبه للشباب العربي ليه مون نايت عمل دوشه كبيره في الوطن العربي، ان ورا الكاميرا كان انا الحمد لله اصريت ان في عناصر كتيره جدا في المشروع كله يبقى فيه مصريين وعرب علشان نقول انها مش صدفه، واحنا زينا زي اي حد طبعًا. لو اتحطينا في سيستم. نعم. باعتقادك ما هي معايير الابداع في الاخراج؟ يعني هل هناك اختلاف ما بين السينما العربيه معايير الاخراج والسينما الاجنبيه؟ لو انت اشتغلت في نظام فوضوي شويه ونظام مش منظم ومش معمول لنا، احنا للاسف اول اسباب النجاح مش موجوده العلم. يعني احنا في مصر البلد ال 110 مليون انسان في معهد سينما بياخد 10 في السنه بالظبط. ف العلم مش وصل لنا. انا كنت محظوظ اني بعرف اتكلم انجليزي، وكنت محظوظ ان معايا فلوس كافيه ان اروح ادرس في امريكا، بس انا ما درستش اخراج. الاخراج درسته من الكتب، محظوظ ان انا عرفت اوصل للمعلومه. املي ان في يوم من الايام ابقى جزء من ان احنا نحط منهج سينمائي كامل وفني كامل على الانترنت بالمجان للكل. فده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان انت لو نجحت في النظام اللي انت اللي اجتهدت وعلمت نفسك بنفسك ووسط المنظومه دي كلها عرفت تنقي ناس ممتازه في كل عنصر وعرفتوا تعملوا حاجه بمستوى عالمي لدرجه انك رحت مهرجانات مميزه، هتعرف تنجح في اي صحيح. في اي حاجه. هم طبعا انا خدتني مرحله من اني شايف ان انا مش قدهم لمرحله ايه ده انا بعمل افلام تروح كان، لمرحله ايه ده الناس منبهره بشغلي، لمرحله ان انا عندي ثقه في نفسي لدرجه ان انا لما قدمت على مون نايت كان عكس المشروع بتاع توم هانكس. لما قدمت كنت بعمل برزنتيشن 200 صفحه تصوري للمشروع ازاي. انا قلت لمراتي لما خلصنا انا وهي احنا بنشتغل مع بعض، لو ما خدناش المشروع ده يبقى في حاجه غلط في الدنيا. يعني بقت الموضوع انقلب لثقه لما تبقى عارف ان انت المشروع ده انت افضل واحد ليه، بتبقى قادر تشوف كويس قوي. فطبعا محتاجه ثقه بالنفس، محتاجه انك تشتغل على نفسك طول الوقت. انا الحمد لله من اول مشروع كنت ناجح من 15 سنه وانا كان عندي 27 سنه، انما دايما بتعامل ان انا تلميذ، بحاول ان انا اطور نفسي. لحد النهارده بحاول ان انا اطور نفسي وشايف ان انا في اميال من مساحات التعلم يعني. نعم جميل. استاذ احمد، كوننا نحن في شهر رمضان الكريم، بلا شك هناك العديد من الأعمال أو من العروض الفنية التي تعرض عليك قبل شهر رمضان، ويتم اختيار من بين زخم الأعمال التي تعرض عليك قد تكون العشرات. اليوم أحمد زهر كيف يتم اختيار عمل على غيره؟
هل من باب اختيارك من باب النص المكتوب او المخرج أو يعني بعد اذنك هو اول حاجه بتلفت نظر الفنان او الممثل النص. النص ده اهم حاجه في الدنيا. لو النص مش جيد والله لو جبت مخرج من هوليود وممثلين من مش عارف فين برضه هيطلع وحش. اهم حاجه النص، ثم بشوف مين اللي هيخرج النص ده. هذا المخرج لو انا واثق فيه بسلم له نفسي. ليه؟ لان المخرج بيبقى هو قائد العمل. المخرج هو قائد العمل ككل، هو اللي شايف الموضوع كله من بره. الممثل بيشوف دوره مهم مش مهم، كويس هيعرف يعمل فيه حاجه. انا من صغري، انا لسه كنت بقول لك من شويه، انا من صغري وانا لسه ببدا كنت بختار، وكانوا الناس يقولوا لي انت مش يعني مش المفروض في الفتره دي انك تختار، المفروض في الفتره دي انك تشتغل عشان تنتشر عشان الناس تعرفك وبعد كده تبقى تختار. لا انا من صغري وانا دايما بختار. كان ممكن يعني مثلا عملت مسلسل كان اسمه مثلا العداله جو كثيره مع الدكتور يحيى الفخراني، كنت طالع فيه دور شرير. اوكي المسلسل ده نجح جدا ودوري نجح جدا، بقيت لقيت مثلا كل الادوار اللي بتتعرض عليا بعد كده من نفس المنطلق، فقعدت ارفض ارفض ارفض، والناس يقولوا انت مجنون بترفض ادوار مهمه ومسلسلات مهمه. بقول لهم ان انا مش عايز اكرر نفسي، انا دايما ببحث عن الدور اللي يبقى مختلف عن كل اللي انا عملته، وان انا احس كده من جوايا يعني عندي قرون استشعار كده ان انا هقدر اعمل حاجه من الشخصيه دي، هقدر اعمل بصمه، هخلي الناس تتكلم على الشخصيه دي. مش مهم حجمها ايه، مش مهم تبقى البطل الابطال، المهم يبقى دور جيد اقدر لما تقمصه الناس لما تتفرج عليه تسقف لي. هو ده دايما هدفي من وانا صغير. ففضلت ماشي بالشكل ده زي ما حضرتك قلت. يعني يمكن في مسلسلات من اللي بتتعرض السنه دي في رمضان اتعرضت عليا بس انا رفضتها. ليه؟ لان انا ما بحبش انزل بحاجه الا لو حاجه انا واثق ان انا هقدر اعمل منها حاجه وهعمل بصمه عند الجمهور بالذات الجمهور العربي. فانا طول الوقت بفكر بالطريقه دي. نعم، من خلال هذه الجلسه اللي يدور حول الاداء الابداع الفني من السيناريو الى الاداء، هل ترى ان هناك كيف يمكن لنا ان نحقق التوافق ما بين او التكامل ما بين العربيه والعالميه، ما بين الكاتب وما بين الممثل والمخرج، هو للخروج بعمل مميز؟ ما هو لازم يحصل في اهم حاجه البروفات اللي للاسف ما بقتش تتعمل دلوقتي قوي. يعني البروفات دي مهمه جدا لان البروفات دي بتجمع المخرج والمؤلف وباقي الكاست، واحيانا بتبقى في جلسات خاصه ما بين المخرج والممثل او المؤلف والممثل او مجتمعين مع بعض. بس انا بحب الجلسات الخاصه دي لان انا بقعد مع المخرج بقعد اتكلم معاه، انت شايف الدور ازاي، طب قول لي تفاصيلك، طب قول لي انت عايزه يبقى شكله عامل ازاي، اداؤه يبقى عامل ازاي. باخد منه كل ده وباخد من المؤلف كل اللي هيقوله عن الشخصيه وبحط الاثنين جوه بقى ايه الخلاط بتاعي. لان انا يعني في ممثلين ممكن يبقى في ممثل مقلد. يعني بمعنى ايه مقلد؟ يعني بمعنى ان المخرج يقول له انا عايزك تعمله كذا يقوم عامل زي ما المخرج قال بالظبط. لا طب فين انت بصمتك؟ انت حطيت بصمتك على انت كده مقلد، قلدت كلام المخرج او كلام المؤلف. لكن انا باخد الكلام بحطه جوه مطبخي او الخلاط اللي عندي جوايا عشان اطلع حاجه ثالثه ترضي المخرج وترضي المؤلف وترضيني انا كفنان او كممثل. لان انا بستمتع الشغلانه، مش يعني ما بعتبرهاش شغلانه، يعني انا بروح امثل عشان استمتع ومتع الناس. انت فاهم انا قصدي ايه؟ مش مجرد ان انا رايح اادي واجب. ما انا لو بادي واجب يبقى هعمل اي حاجه، اي حاجه هتجيني اعملها. لا انا بنتقي جدا جدا عشان ما اعملش اي حاجه. نعم جميل جدا. الاستاذه شرباني لو تحدثينا كيف تم تحويل عملك الادبي الى عمل فني؟ هل كنت حريصه قبل كتابه النص بانك سوف تقومين بتحويل هذا العمل الى عمل فني؟ So when I was writing the book, of course. ما كنت أكتب الكتاب، كنت فقط أكتب الكتاب، لم أفكر كثيرا حول أمور أخرى، لم أفكر في الدراما أو في المسلسلات أو في الأفلام، ولكن الكتاب في حد ذاته كان دراميا بشكل عنيف. عندما كنت أحكي على المشاهد التي شاهدتها، عندما كانت تلقي بالأشياء بعيدا البطلة، عندما كانت هذه المشاهد الرومانسية، هذه الرسائل، كنت أكتب هذه الأشياء من وجهة نظري، كنت أتخيلها عند كتابتها. ولكن بطبيعة
بطبيعة الحال عندما تم عمل الفيلم كان هناك إخراج لهذا العمل بأشخاص من قبل أشخاص آخرين، ولكني كنت أعمل في دور استشاري أثناء تصوير هذا الفيلم. إذا كان هناك شيء لم يكن على النحو الصحيح كنت أتدخل، أقول لا يجب أن نقوم بهذا الأمر على هذا الصدد أو على هذا النحو، ولكن كان هذا شيء لم أنظر إليه أثناء كتابة الكتاب. لم أكن أتخيل هذه الأشياء في القرن التاسع عشر، كيف نوعية العمامات التي كانت موجودة، الملابس الموجودة، كل هذه الأشياء نأخذها في الاعتبار عند عمل الأفلام أو عند عمل الدراما، ولكنك لا تأخذها في الاعتبار عند الكتاب. عندما كنت أيضا أتجول في الأسواق، عندما أنظر إلى السجناء في هذا العصر، عندما أذهب إلى المكتبات البريطانية كنت أنظر إلى الصور الموجودة هناك، وكنت أحاول إعادة إنتاجها مرة أخرى. كل هذه الأشياء لم أكن أفعلها في الكتاب، ولكنها تظهر في السينما وكانت خبرة جيدة. وعندما نرى هذا التحول للشخصيات ونراها تمشي أمامنا متجسدة في ملابس، في شكل كما رأيتها في الصور، في الصور المرسومة أو الصور المصورة، وكذلك أيضا بالنسبة لعبد الكريم الطاهي كالشخص الذي كان يقوم بدوره وكان يمشي في المكان، كنت أتخيل هذا الأمر، كان أمرا رائعا. إن هذا الأمر قد أتى من هذه الصورة أو من هذا البورتري الجميل وتحول إلى أشياء تمشي بيننا، أعتقد كان هذا أمرا رائعا. وسوف أخبركم عن هذه القصة، إنها قصة طريفة. جودي ديدج ربما يعرفها الكثيرون، هي واحدة من الكنوز البريطانية كما يطلق عليها، و كانوا سيصورون سيقومون بتصوير أحد الأفلام، وقالت لم أرى هذا المكان من قبل، أنها مفتوحة بالنسبة لعامة الجمهور. ثم بدأنا في التصوير بعد فترة، كانت لديها فضول لإرضاء ابنها، قالت له هل تريد أن ترى ما بداخل هذه الغرفة، دعنا ننظر. ثم دخلت بملابسها وكان هناك الزوار يزورون المكان، وفجأة وجدوها بينهم ترتدي ملابس الملكة فيكتوريا. كان هذا أمرا نظروا إليه أنهم ماذا يحدث، أن الملكة فيكتوريا الآن قد أتت بيننا بملابسها الكاملة وبهيئتها الكاملة. أعتقد أن هذا الأمر يعكس كيف تتحول الأمور فجأة إلى صورة متكاملة ككاتب عندما ترى ما تنتجه. إنه ليس جزء من الخيال ولكنها حقيقة تقوم بجمعها سويا ثم تقوم بتحويلها إلى صورة تراها على الشاشة، يكون هذا أمرا رائعا. هل تعتزين وتفتخرين بالكتاب أم العمل الفني؟ بالطبيعة الحال أعتقد أنني أحبك أفضل كتابي، ولكني أفضل أرى الأفلام شيئا رائع، ولكن كتابي هو الأمر المفضل بي. لي عندما أكتب الكتاب يأخذ وقتا أطول، ولكن أعتقد أن الأفلام في 90 دقيقة تعطيك صورة أوقع أو أكثر. أعتقد أنني سعيدة بهذا التغير، سعيدة بهذا الحوار، وأنا هذا أمر يسعدني، هو نوع مختلف من الفن قد يتكامل سويا مع الكتاب الذي كتبته، ولكن يظل الفيلم هو فيلم يمكن رؤيته، ولكن ويمكنه الانتشار بشكل أكبر مقارنة بالكتب، لا يمكن المجادلة في هذا الأمر. رأيت في البرازيل أشخاص بطبيعة الحال لم يقرأوا الكتاب ولكنهم شاهدوا الفيلم. أعتقد أنها السينما والدراما هي أمر رائع بالنسبة لكل شخص. ماذا ينقصنا نحن كعرب لتكون لدينا سينما عالمية؟ لا ينقصنا شيء على فكرة غير الإنتاج، لأن إحنا عندنا، وده وأكبر مثال على ده المخرج العالمي الأستاذ محمد دياب. شكرك. مخرج مصري وصل للعالمية، هو نفس الشخص اللي كان بيخرج في مصر هو اللي بيخرج في أمريكا. صحيح. إحنا اتفرجنا على مون نايت، يعني يمكن أنا ما تقابلتش مع الأستاذ محمد قبل كده، أنا ما قابلته النهاردة جريت جاري عليه لأن هو فخر للعرب. أشكرك. لا أنا بتكلم بمنتهى الأمانة، مش بجامل خالص، أستاذ محمد دياب فخر لكل العرب، لأنه عربي راح هناك عمل مسلسل أنا لما اتفرجت عليه لا يقل أهمية عن أعظم مسلسل هوليودي، لا يقل. طيب ما هو يعني إذن إحنا عندنا في وطننا العربي فنانين عندهم كتير جدا جدا جدا، إيه اللي ناقصهم؟ الإنتاج. ما هو الأستاذ محمد لو ما كانش لقى الإنتاج العظيم ده ما كانش حقق اللي في دماغه. يعني إذن احنا عندنا فنانين في دماغهم حاجات كتيره جدا ممكن توصل لاعلى من العالميه كمان، بس احنا محتاجين الانتاج اللي يصرف، فاهمني؟ هنوصل، هنبقى احسن منهم على فكره. احنا عندنا فنانين ومخرجين وممثلين مهمين جدا جدا جدا، بس ياخدوا الفرصه
ياخدوا العمل يبقى مصروف عليه كويس عشان نقدر نحقق بيه اللي احنا عايزينه، عشان نقول لهم ونثبت لهم ان احنا زينا زيكم على فكرة، بل بالعكس في ناس اهم كمان. صدقني والله تأكيد على نقطة احمد، واولا بشكرك على كلامك الكبير. العفو يا استاذ، من فنان كبير ده حقك. ده حقك يا استاذ، متشكر. انا متشكر بجد، متشكر لذوقك. بس انا كان يهمني انه ما بقاش انه المخرج بس جاء في العمل بتاع مون نايت طفرة، انا حبيت ابين لهم انه احنا عندنا فنانين في كل العناصر. فالمونتير احمد حافظ اصريت انه يبقى مصري، الوضع الموسيقى التصويريه مصري، ترشح للامي، احنا ترشحنا لثمانية امي منهم الاستاذ هشام نزي، وفي عناصر اخرى كمان، في عناصر الملابس وعناصر الار دايركشن الديكور، كنت مصمم ان يبقى فيه مساعدين للامريكان علشان هم يشرفوا على ان الحاجات المصريه تطلع بدقه. لما المشروع خلص ومارفل اتبسطت قوي منهم، لقيت مخرج مشروع اخر في مارفل بيكلمني بيقول لي شكرا ان انت نجحت بالناس بتاعتك، لان دلوقتي مارفل بقت متقبله ان انا اجيب الناس بتاعتي، لان في العادي مارفل بتحب تشتغل مع الناس اللي نجحوا معاها قبل كده. يعني تعني ان المؤهلات موجوده بالزبط، لكن الامكانيات قد تنقص. الامكانيات زي ما حكيت لك في اكتر من حاجه، احنا محتاجين نوصل للعلم فيبقى عندنا خبره من معينه، مثلا في عناصر احنا عندنا فيها كميات غير طبيعيه من المواهب. التمثيل انا مش شايف ان احنا عندنا على الاطلاق مشكله في التمثيل، التصوير في عناصر كتيره جدا، يمكن محتاجين نطور الكتابه شويه، نشتغل على نفسنا في الكتابه، يمكن دي اكتر عنصر. صح. العناصر الباقيه كلها انا مستعد اجيب لك بكره ناس عرب نعمل بيهم فيلم عالمي. انا بس عايز اقول نقطه في منتهى الاهميه، ان العالم النهارده بيتغير، في حاجة اسمها representation، التمثيل. وعشان كده فيلم زي The Queen and Abdul اتعمل، وده حاجة مهمة جدا وما كانتش تتعمل من 10 سنين، وعشان كده Moon Knight اتعمل. بس احنا النهاردة عندنا دور كعرب ان احنا، انت عارف الصين لما بيتعرض فيلم مارفل في الصين لازم بتفرض على امريكا ان تحط ممثل صيني مع يطلع بشكل ايجابي. احنا حتى لما فتحنا شركات زي ايمج نيشن ودول تانية عربية حطت فلوس في هوليوود، ما حاولتش على الاطلاق تستخدم السوفت باور، القوة الناعمة، تقول لما هستثمر في افلامكم طلعوا لي بعض الشخصيات العربية الايجابية، شروط معينة بسيطة، شخصية مين في السكريبت شكله انسان عادي. للأسف لسه الى الان وانا عايش في امريكا بقالي 5 سنين، اكيد في ناس متفهمة جدا، بس في ناس في امريكا فكرتهم عننا من الافلام اللي معظم الوقت شكلنا بشع. انا واهب نفسي بحاول ان انا اعمل كل مشاريع اللي بطورها هي مشاريع لهوليوود. انا ما عنديش مشاريع عربيه، بس مشاريع لهوليوود فيها شخصيه عربيه، في قلبها شخصيه عربيه، في قلبها شخصيه مسلمه، في قلبها اي حد من الاقليات اللي انا حاسس انه مش اخد حقه. فلو في يوم من الايام في لو ايمجينيشن مثلا، انا من هنا مع اني ما اشتغلتش معهم قبل كده وما عنديش مشاريع معهم، بس انا الفكره بتاعت لو لينا فلوس لازم يبقى ليها تاثير ايجابي، ونغير بفلوسنا بقوتنا، نصنع قوه ناعمه، ده مهم جدا. مش ان انا بس، انا مهتم جدا ان دلوقتي بقت صناعه الدراما العربيه فيها اعمال فيها بروباجندا، والبروباجندا حاجه جيده باي ذا واي، امريكا بتعمل لنفسها بروباجندا طبعا. بس بيسموها بالانجليزي don't preach to the choir، ما تكلمش نفسك، احنا محتاجين نكلم الاخر، محتاجين نكلم الاخر، محتاجين نعمل لهم مشاريع تبين ان احنا ناس عاديين، نعمل سوبر هيرو بتاعنا احنا، مش انا اروح لمارفل بس، نعمل شخصيات عربيه عظيمه بس مثلا اختلطت بالغرب، فبتبقى بتعمل فيلم موجه للغرب، مش هعمل فيلم موجه ليا، دي موضوع في منتهى الاهميه. بس عندك امثله النهارده في ال5 سنين اللي فاتوا، الافريكان امريكانز، الافريقيين الامريكان في امريكا بداوا يغيروا شكل النمط عنهم بالسينما. الاسيويين السنه دي كسبوا بفيلمهم Everything Everywhere All at Once، فيلم حلو قوي، كل الجوائز، وبدا يبقى لهم وجود. دورنا، دورنا، وهتلاقي في كل فيلم من دول كوريا بدأت تخش فيلم اسمه باراسايت، كسب كل حاجة، وفي صناعة وبتزق. يعني هي عايزة مننا تكاتف، أنا بحاول بطريقتي بباني، أتمنى يبقى في 1,000,000 مخرج عربي تاني، أتمنى لو في رؤوس أعمال لاحقا هتفتح شركات تبقى مهتمة بأنها إحنا لازم نغير وجهة نظر الآخر فيه، ننهض بالفن العربي. لأن عايز أقول لحضرتك على حاجة كمان، هو في مجتمعات كتيرة جدا في الدول العربية للأسف شايفة العرب لغاية دلوقتي إن إحنا لسه ما عندناش عربيات وبنركب جمل. يا جماعة ده إحنا عندنا تطورات، تعالوا دبي، تعالوا الشرق، أشوفوا التطور المعماري والتطور في كل حاجة. لا، هم فاكريننا لغاية دلوقتي بنركب جمال 100%. لا، لازم يفهموا إحنا وصلنا لحد فين.
مون نايت. انا كنت بقول لكم القصه دي احمد النهارده. مون نايت لما اتعرض وصورنا مصر بشكل محترم بس مجرد انها مصر، لقيت تعليق واحد بيقول ايه ده، انا ما كنتش عارف ان مصر فيها كهرباء. يعني للدرجه دي بالذات على فكره الشخصيه الامريكيه ما يعرفش عن العالم، مغلقه صح، ما يعرفش عن العالم بره اللي بيشوفه في التلفزيون والاخبار اللي هي بتغطي 90% اخبار امريكانيه. ايضا قد تكون هذه النوعيه من الافلام مصدر للجذب السياحي كذلك. برافو عليك، صحيح. معلومه مهمه قوي، لانه مثلا كرواتيا لم تكن على خريطه السياحه العالميه، وبعدين اتصور في قلعه هناك لوكيشن مكان مشهور جدا في جيم اوف ثرونز، تحولت كأن بنوا الهرم. للدرجه دي اهميه ان انت لما تبقى في جزء من فيلم عالمي. دبي لما كانت عملت في ميشن امبوسيبل 4 اعتقد دي كانت في منتهى الذكاء، استثمار ذكي جدا، وبقت موجوده على بوستر فيلم فرانشايز هتعيش للابد يعني. فدي فكره في منتهى الذكاء، ده استثمار لاي بلد بالتاكيد. وتركيا كمان، وتركيا لما بدات تعمل المسلسلات وبدات المسلسلات تنتشر تأكيد. عربيا بقت تركيا كلها سياح عرب. بالظبط، يعني كنت ماشي في تركيا كل الناس بتتكلم عربي. طبعا قد نستشهد كذلك بفيلم خرفكان مستوحى من كتاب صاحب السمو حاكم الشارقه، مقاومه خرفكان للغزو البرتغالي 1507. هذا الفيلم لاقى صدى كبير على جدا المستوى. جدا، واصبحت خرفكان حاليا مدينه سياحيه وفازت بجائزه كذلك المدينه العربيه السياحيه لعام 2022. انا يعني بعتذر على جهلي قبل ما اجي، بس لما بدات اقرا على الشارقه وكل الاخبار اللي على الشارقه، لو كتبت كلمه الشارقه على اليوتيوب كلها اخبار ثقافيه. سمو الشيخ بصراحه فكره ان هو مؤلف الكتب الكتيره دي والاهتمام بالمسرح والحاجات اللي انا اتعلمتها، انا مش بدعي ان انا كنت فاهمها قبل كده، بس حاجه تدعو للفخر، وان هو نفسه يبقى مهتم بالفن. انا كنت بقول لكم برده النهارده اهميه الفن، ان اوباما بعد ما مرتين يبقى رئيس امريكا، النهارده لما قعد بيعمل ايه؟ فتح شركه انتاج سينمائي في هوليوود. للدرجه دي السينما مهمه جدا في تاثير على البشر والدراما. فدي كانت فراسه من سمو الامير، واعتقد سمو الشيخ، واعتقد انه يعني بتقول ليه المكان في منتهى الجمال، وفي روح في كل الناس اللي بتتكلم. نعم، جميل جدا. الاستاذ الشرباني، هل قوه الكاتب في اول في السرد ام في الاسلوب الحواري؟ That is the screenplay writer. أعتقد أن هذا دوره هو كاتب السيناريو، لأن هذا هو وظيفته، لأنك عندك تحصل على هذه الأمور من الكاتب، فإن يكون لديك النسخة الأصلية التي قمت بتبنيها، تكون هي المصدر الرئيسي لذلك التي تستطيع البناء عليه من هذا. عندما كنا نتحدث عن الأفلام الوثائقية، كراسة أعتقد هذا الكتاب كان بناء على قصة حقيقية أو مقتبس من قصة حقيقية، ثم بعد ذلك كان كاتب السيناريو الذي كان لديه الوصول إلى هذا المصدر، ثم بعد ذلك استطاع أن يعمل سويا حتى استطاع إنتاج هذا العمل الرائع. أعتقد أن التعاون بين الطرفين يكون أمرا جيدا للغاية، وهذا هناك أحيانا يكون هناك علينا عمل بعض التغيرات، لأن هذا هو دور الإعلام. وأعتقد أن هناك أوقات يكون الكاتب هناك أهم، ويكون أحيانا أوقات أخرى يكون الكاتب السيناريو له دور. أعتقد أن كانت أحد الكاتبات التي حصلت على جائزة نوبل خاصة في هذا المجال أو جوائز عالمية في هذا المجال. أعتقد أن هذا الأمر يعتمد على مجالات مختلفة، ونحن هنا في الشارقة نتحدث عن التاريخ، نحن نتحدث عن قصص تاريخية، نحن نجلس في قلب التاريخ، في قلب ألف ليلة وليلة والقصص العربية. أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للتنوع، وأعتقد أن هوليود مهيئة لتلقي هذه النوعية من الكتب أو من الأفلام. حتى بالنسبة للكتاب الأسيويين لم يكونوا تحت الأضواء حتى يومنا هذا، حتى ظهرت بعض الأفلام في هوليوود التي أشارت إلى هذا الأمر. إذن هناك تقدم في هذا الأمر، أصبح العالم أو أصبحت هوليوود تتعرف علينا يوما بعد آخر. أعتقد أن هناك أيضا أفلام خاصة بالإرهابيين أو بواسطة الكاتب الباكستاني مولانيت الذي قدم فيلم رائع عن الأصوليين. أعتقد أن هناك الكثير التي يمكن أن نستعد للكتابة وأن يكون لدينا المزيد من الإسهامات في هذا المجال. سترى النور قريبا. أعتقد واحد من الكتب المفضلة لدي هو أميرة التجسس، وهو يتحدث عن نوري ياريد خان، وهي عميلة سرية في الحرب العالمية الثانية، لم يكن أحد يعرف قصتها حتى كتبت عنها. وأعتقد أن
عندما ذهبت إلى هناك كانت أول سيدة تعمل في هذا المجال وقامت بعمل رائع، ثم بعد ذلك تعرضت للخيانة والتعذيب ولم تعترف بشيء حتى تم قتلها وإعدامها في معسكرات التعذيب في الحرب العالمية. أعتقد أن هذا الأمر تحول إلى مسلسل تلفزيوني وأعتقد أنه سوف يعرض قريبا. إذا قلنا أن القصة سيتم سردها في 6 أجزاء فأعتقد أن الأمر سيتجاوز مجرد فيلم مدته 90 دقيقة. دعونا نرى كيف ستسير الأمور. كيف ترى مستقبل السينما العربية في ظل الإمكانيات والمؤهلات الموجودة حاليا؟ والله يعني أنا شايف أن زي ما قلت حضرتك قبل كده إحنا نقدر نوصل للعالمية جدا جدا، لأن عندنا مواهب كتيرة في كل المجالات. إحنا بس اللي ناقصنا الدعم المادي، يعني أن يبقى في حد مؤمن مثلا بالأستاذ محمد أنه مخرج جامد أنه هيعمل العمل ده ويوصلنا للعمل فيصرف. إنما عندنا بعض المنتجين للأسف بيخافوا، هو خوف مش عدم تطور يعني، لا هو خوف إن أنا أصرف كتير فالفيلم ما يجيبش فأخسر. فهو برضو معه حق في دي في بعض الحاجات، لكن هو إحنا محتاجين المنتج الفنان اللي يبقى مقدر إنه بيعمل عمل فني محترم ويوصل. وأتمنى في يوم من الأيام إن إحنا نعمل عمل جامع من كل الجنسيات العربية. يعني نفسي أنا في المشروع ده، والعمل ده يتعمل ويطلع لهم برا ويترجم عشان يشوفوا إحنا بنعمل إيه. إحنا مش ناقصنا حاجة صدقني والله، يعني لا ممثلين ولا مخرجين ولا كتاب ولا كل العناصر ولا مونتير لا مش ناقصنا حاجة. إحنا زينا زيهم، بل بالعكس أنا شايف إن إحنا ممكن نكون أعلى كمان، ولكن إحنا ناقصنا الإمكانيات المادية والمنتج الفنان اللي 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 ما يبخلش عشان يطلع شيء مشرف عبقري. لما نعرضه برا ويترجم العمل ويتعرض برا هيشوفوا قد ايه احنا واثقين في نفسنا وقادرين ان احنا نعمل فن جيد ومحترم. انا دي وجهة نظري، انا وجهة نظري في الانتاج فقط. نعم، وهذا ما يمنع ان هناك فعلا في حقيقة الامر هناك بعض النماذج المشرفة والمميزة على مستوى السينما العربية كذلك. اكيد طبعا في نماذج كتير جدا مشرفة، بس احنا عايزين اكتر، احنا عايزين اكتر واكتر واكتر، لان زي ما الاستاذ محمد بيقول لك هو مصر فيها كهرباء يعني معقوله انتوا شايفيننا للدرجه؟ يعني انت فاهم الرؤيه غلط. لازم نوريهم احنا ايه، لازم نعمل مثلا فيلم اماراتي متصور في الامارات كلها ويتعرض بره ويترجم ويروح على هناك يتفرجوا عليه. انت فاهم نعمل مسلسل نجمع ما بين عرب واجانب. على فكره مون نايت برضو كان فيه ممثلين مصريين مش بس كتير. مونتير ده كان فيه ممثلين كتير جدا مصريين موجودين جوه العمل. فانا متهيألي النقطه دي مهمه جدا جدا يا استاذ محمد، فكره ان احنا عشان نستثمر في حاجه بره لازم نحط هويتنا 100%، لازم نحط ناس من عندنا في جميع المجالات علشان نقول لهم احنا اهو نستخدم المؤهلات الموجوده. طبعا صحيح. استاذ محمد شو هي امنياتك للسينما العربيه؟ مورياتي يعني ايه؟ أمنياتي. نعم. أمنياتي إنها زي ما قلت لك الخطوات الأولى إن إحنا نحاول نوصل العلم للأجيال اللي جاية. خلي بالك أنا عايز أقول لك على حاجة، بالنسبة للفنان أنا مش عايز أعيش في الغرب، ما عندهمش مشاكل زي اللي عندنا، ما عندهمش حاجات كتير عايزين نغيرها نحرك المياه هدرة كده. أكيد إحنا عندنا مكان زي هنا مكان جميل، بس أنا متأكد إن في قصص كتيرة محتاجة تتقال. أنا شايف إن إحنا عندنا قصص رائعة، إحنا منجم ذهب للدراما، إحنا أكتر ناس محتاجين نستخدم السينما عشان نغير وجهة النظر الظالمة اللي علينا. فأنا عامة متفائل، وعايز أقول لك إن 10 سنين اللي فاتوا فيهم 5 مخرجين ب5 أفلام عربية ترشحت للأوسكار أحسن فيلم أجنبي. يمكن أكون أنا المحظوظ اللي اشتغلت في هوليوود بعد كده ونجحت، بس أنا في رأيي إن العالمية مش تعرفها المقتصر بس حاجة ناطقة باللغة الإنجليزية، لا. لما فيلم ترشح للأوسكار ما ده فيلم وصل للعالمية، فيلم تشاف في كل حتة في العالم. فمش عايزين برضو نقصر تعريف العالمية على الحاجات اللي في هوليوود. ولكن لو قصدك نوصل إزاي لهوليوود، الموضوع في منتهى السهولة. أحمد قال الإنتاج أكيد، دعم المواهب الشابة. مثلا السعودية النهاردة فيها نهضة لأن فيها سينمات، لأن فيها حاجات. طبعا طبعا إن أولي الأمر يبقوا مهتمين، القرارات صناع القرار مهتمين، فده بيدعم الأمر. بس إحنا عندنا قصص كتيرة جميلة،
أنا متفائل. هي منظومة متكاملة يعني. 100%. يعني صناعة وتعليم وصناع قرار. بالضبط. اللي مبسوط منه كمثال في مون نايت إنه بقى بيخلي، عارف لما محمد صلاح اللاعب المصري نجح في ليفربول، ابني وكل الأطفال الصغيرين طالعين بإنه هنلعب في ليفربول، عندهم الحلم. فالنهاردة مون نايت خطوة تحسس الناس انه ممكن تبقى ورا الكاميرا، ايه ده احنا نقدر نعمل اي حاجه. كان دايما نبص المارفل والحاجات الجرافيكس والحاجات دي كانها بعيده قوي. لا مش بعيده، مش بعيده، لا مش بعيد. تقدر تعملها، وتقدر تعمل اي حاجه انت عايز تعملها بالمذاكره والاجتهاد، وانك تشتغل على نفسك، وانك تضحي. انا ما بين فيلم وفيلم بقعد 5 سنين ونص، ما بيفرقش معايا. زي احمد ما قالك كده، هي اصله قرار، انت عايز تعمل فلوس ولا عايز تعمل تاريخ، ده اختيار. وانا ما بحكمش على حد. انا زي احمد يمكن افكارنا متشابهه في اني مستعد اقعد 5 سنين ونص، دخلي يبقى اقل، مش فارقه معايا، بس اسيب فيلم او 2 أو 3 في حياتي يدوا تاثير جيد، ويسيبوا ويغيروا الدنيا بشكل ايجابي. اكيد علامه يعني، يعني اسيب علامه افضل من ان انا اعمل 500 فيلم واجي اخد فلوس قد كده بس كلهم ما حدش هيفتكره. انت فاهمني؟ ثلاث اربع افلام ببصمه اهم من 20-30 فيلم. وعايز اقول لك حاجه يا احمد، مش معناها بقى ان انا ايه مستغني، لا بالعكس. خطواتي البطيئه اللي عامله زي السلحفه خلتني اسرع، اوصل اسرع من الارنب. بمعنى ايه؟ انا عملت فيلم في 3 افلام، الثلاث افلام دول خدوني هوليوود. في ناس عملت 10 افلام وما بتاخدهمش في اي حته. لازم في كل فيلم تاخد وقتك وتعمله بافضل حاجه ممكنه. هو عمره ما هيجيب، ودي بتحصل كتير جدا، عمره ما هيجيب مخرج عربي بيعرف يشقلب العربيه. طب ما هو عنده ناس بتعمل كده. طب لازم تعمل فيلم في حاجة هو ما شافهاش. فعشان كده أنا بقول إنك حتى لو خطواتك بطيئة بس قوية، أفضل بكتير من الخطوات السريعة اللي مش بتوديك في حتة. تضمن الاستمرار كذا. أكيد. نعم. شهدت الفترة الأخيرة السينما الإماراتية استضافت العديد من الإنتاجات العالمية في ظل خلق الفرص والبنية التحتية القوية. ما رأيك في ذلك؟ شيء عظيم جدا. أولا أنا 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 سعيد جدا ب ب ب بمجهود دولة الإمارات وبالذات الشارقة في إثراء الفن والثقافة بشكل عام. لأن أنا مثلا أنا كنت شرفت بأن أنا اتعزمت في مهرجان السينما للشباب والطفل، كان في الشارقة هنا. هوت انبسطت جدا 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 أن فيه اهتمام أصلا بسينما الطفل والشباب. لأن إحنا دلوقتي كنا زمان بنعمل أعمال كتيرة جدا تخص الأطفال والشباب، دلوقتي ما بقتش موجوده. يعني حتى المسلسلات الكرتون، حتى يعني بنعمل اعمال لاطفالنا علشان نبنيهم. ما هو الاطفال لما تديله حاجه كويسه هتبنيه، لما يوصل لانه يبقى شاب هيبقى فنان وقوي. انت فاهم؟ فانا سعدت جدا ان في اهتمام بسينما الطفل، ان في اعمال بتتعمل للاطفال والشباب. للاسف بقالها فتره كبيره مش موجوده. فانا شايف ان 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 الشرق مهتم جدا 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 بالفن، ومهتم جدا باثراء الفن واثراء الثقافه، بدليل الجلسه الفنيه الجميله اللي احنا قاعدين فيها دي. فانا فرحان جدا جدا جدا، وبتشرف ان انا موجود هنا يعني. نعم. شرباني، الاستاذ شرباني، هل تفضلين اليوم الروايات الخياليه ام الواقعيه؟ Oh, I love everything. I love watching a sci-fi. أحب كل شيء. أحب الخيال العلمي، وأحب أيضا القصص الواقعية. وعندما نتحدث عن لماذا العالم العربي لم يحصل على هذا الأمر، لأن هذا الأمر مثير للجدل. لأننا نعرف أن السينما الإيرانية مثلا قد بدأت في الانتشار، إذن كيف يمكن لذلك أن يحدث؟ كيف يمكن أن نكسر القولبة التي تحدث في بالنسبة للسينما العربية؟ أعتقد أن الهدف أيضا الهدف في الوصول إلى هوليوود. أنا من الهند، وأعتقد أن هناك صناعة سينما مختلفة تماما في بوليوود في الهند. دعونا نفعل الأمر كما نفعله، هذا ما نقوم به. كما قلت أننا لا نقوم باستنساخ ما يقومون به في هوليوود. أننا لدينا فلسفة، فلسفتنا ليست في الوصول إلى هوليوود، فلسفتنا هي أن نتعامل مع السينما الخاصة بنا. هل هوليوود هو الهدف النهائي لنا، أم أنك تريد أن يكون لك الحضور على المستوى العالمي؟ أعتقد أن هذا السؤال يعتمد على تفضيل كل شخص. أعتقد أن بالجانب العربي
إذا كمخرج أود أن أسرد القصص التي تلمس مشاعري وتغير من الصورة النمطية المأخوذة عنا كعرب. لذلك إذا أردت أن أفعل ذلك علي أن أقوم بعمل مشروعات تؤثر على الغرب. أنا أعيش هناك، أنا أرى أبنائي يعيشون في هذا المجتمع، أوده أن يحيوا في مجتمع بعيد عن التمييز. ولكني أيضا أقدر أي شخص يقول أنني سوف أقوم بأعمال تتحدث عن واقعنا نحن ولا تخاطب الغرب. هذا أمر ليس بالسيء، أعتقد يمكنك أن تقوم بذلك، ولكننا نقول أنما نقوم بسرد القصص هذا ليس أمر سهل. كما ذكرت أن فيلم باراسايت الكوري الجنوبي هو هذا تمثيل لهذا الأمر. أعتقد أن هذا يتحدث عن الجانبين الشطران الخاصان بكوريا الشمالي والجنوبي، وهي قصص إنسانية عندما تقع قصة حب ما بين الشخص من الطرف الشمالي والطرف الجنوبي. في السينما حيث بدأت من السينما الصامتة، بعدها انتقلت إلى السينما الواقعية التي تسرد الإيجابيات والسلبيات في الحياة، بعدها وصلنا إلى السينما الخيالية. أنا بعشق السينما الخيالية وبحب جدا أنا عارف أن كلمة الخيال العلمي بتبعد الناس شوية، بس بتبقى من غير فضاء وحاجات زي كده، بس تصورك للمستقبل ساعات بيبقى إنذار للحاضر. فأنا كاتب كذا فيلم فيهم خيال علمي. الفيلم أحد الأفلام اللي أنا شغال عليها، أنا بس بدي مثال، أنا بحاول أعمل إيه، عامل سوبر هيرو محجبة لاجئة في أمريكا، فهو مش موجه لينا، هو لاجئ. ما إيه what it means to be American، إيه هي معنى أنك تكون أمريكاني، والنظرة أكتر نظرة ظالمة بتجي للست المحجبة، فإزاي ممكن نفلبت ونغيرها. ده مثال، وهي في إطار برضو السوبر هيرو، فده إطار الساينس فيكشن الخيال العلمي بشكل أو بآخر. بس أنا بحس إن الخيال ساعات فرصتنا ان احنا تبالغ فتبين المعنى اللي انت عايز تبينه. نعم. الاستاذ محمد دياب، بهذا نختم نحن هذه الجلسه الفنيه التي كانت تحمل عنوان الابداع الفني من السيناريو الى الاداء، ونشكر ضيوفنا الكرام بدءا بالكاتبه القديره شرباني باسو من المملكه المتحده، والفنان الكبير الممثل العربي المبدع احمد زاهر، والمخرج العربي العالمي محمد دياب. شاكرين لكم تواجدكم اليوم معنا. ميرسي، ده شرف لينا، شرف لينا. شكرا لكم، شكرا لكم، حضوركم جميل كلكم والله. شكرا لسمو الشيخ. نشكر كذلك الحضور الكرام بدءا بسمو الشيخ سلطان بن احمد القاسمي رئيس مجلس الشارقه للاعلام، وسعاده طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الاعلامي في حكومه الشارقه، وسعاده عليا غانم السويدي مدير المكتب الاعلامي في حكومه الشارقه، وللحضور الكريم تشريفهم اليوم معنا في هذه الجلسة. وإلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجلسة الرمضانية الفنية، إلى أن نلتقي بكم مجددا في الأعوام المقبلة. في أمان الله.